ولمزيد من المتابعة حول تطور الجامعات المصرية، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج السابق. بعد التحية دكتور مصطفى، جهود حثيثة تقوم بها الدولة المصرية من أجل العلو وتطور ملف التعليم العالي، تستهدف وضع الجامعات المصرية على خريطة الجامعات الدولية. رؤيتك حول هذا التوجه الذي تقوم به الدولة ومدى انعكاسه على تطور العمليات التعليمية وخصوصا في ملف التعليم العالي الجامعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخيرات حضرتك، وصباح الخيرات على كل الساده المشاهدين بطول البلاد عرضها. الحقيقه خليني ارجع شويه لفبراير 22 لما فخامه الرئيس السيسي كانت احتفاليه تطوير الاسره المصريه. وفي هذه الاحتفاليه وجه استفسارا لكل الحاضرين عن البرامج التعليميه التي تقدمها الجامعات المصريه، وانهى هذا الاستفسار بتوجيه من فخامته بضروره تطوير هذه البرامج التعليميه التي تقدمها المؤسسات التعليم العالي بصفه عامه ومؤسسات التعليم العالي الحكوميه بصفه خاصه. خليني اقول لحضرتك، وزاره التعليم العالي عملا على تنفيذ هذا التوجيه من فخامه الرئيس، وبالتحديد في السابع من مارس 2023 دشنت الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي كان احد مرتكزاتها الافتتاح على مؤسسات التعليم العالميه. وعقد شراكات بين الجامعات المصريه سواء في التعليم العالي الحكومي او الاهلي او الخاص. الحقيقه معالي الوزير يعني بيؤسس لموضوع الشراكات مع مدارس نظيره في كل تخصص على حده. هو ده المخرج الوحيد الان، لان نحن في الالفيه الثالثه وبعد مرور قرابه ربع القرن من الزمان في هذه الالفيه، هناك كثير من الوظائف المستحدثة التي يحلو لنا دائما نسميها الوظائف البازغة التي لم يكن لها وجود على الإطلاق في الألفية الماضية. فمن كان يتحدث عن الذكاء الاصطناعي؟ ومن الذي كان يتحدث عن التنمية المستدامة؟ من الذي كان يتحدث عن ريادة الأعمال في الألفية الماضية؟ كل هذه المصطلحات أصبحت مصطلحات في التعليم العالي وفي الوظائف المستحدثة البازغة. وجب علينا في كل مؤسساتنا التعليمية أن نطور من برامجنا التعليمية وأن ننشئ برامج مستحدثة تتعاطى وتتسق مع هذه الوظائف المستحدثة البازغة، لكي تؤهل وتسلح أبنائنا الطلاب ليصبحوا خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل. دكتور مصطفى، على ذكر هذه النقطة تحديدا، الدولة تهتم الآن بتدريب وتعريف الطلاب على نظم التعليم المختلفة والمعاصرة والحديثة. تأثير هذا على تنافسية الخريجين من الطلاب وأيضا تأثيره على التحاقهم بسوق العمل؟ هذا الأمر أصبح معركة بقاء بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. ما لم نأخذ بزمام المبادرة ونطور من أداء أبنائنا من خلال تدريبهم أثناء التعليم على كل هذه المهارات المستحدثة والبازغة، فلن يجدوا لهم مكانا في سوق العمل الذي أصبحت الفرص فيه تتضاءل، وأصبح المكان فقط والوجود لحاملي المهارات والمعارف بعد التخرج من الدرجات الجامعية التي تؤهلهم للالتحاق بهذه الوظائف المعدودة يمكن على صوابع اليد. الحقيقة هذه معركة بقاء للجامعات المصرية والبرامج التعليمية التي تقدم من خلال هذه الجامعات. دكتور مصطفى، تحدثت عن الشراكات الكثيرة التي تقوم بها الدولة المصرية بين الجامعات المصرية وغيرها من الجامعات الأخرى. كيف يتم استثمار هذه الشراكات في جعل مستقبل الطلاب مستقبل أفضل؟ الحقيقة معالي الوزير الأستاذ الدكتور أيمن عاشور في 17 من جولاي الماضي حتى 20 قام بزيارة وبصحبته 7 من رؤساء الجامعات الحكومية، شرفت أن أكون واحدا منهم، إلى دولة بريطانيا. وقضينا هذه الفترة في لندن وزرنا العديد من الجامعات البريطانية لكي نطلع على ما تقدمه هذه الجامعات من برامج تعليمية مستحدثة، وخاصة في مجال التوظيف والتدريب والتأهيل المهني للطلاب والخريجين ليلتحقوا بما هو متاح في سوق العمل. هذا الأمر تنتهجه وزارة التعليم العالي الآن على أعلى مستوى من خلال كل مؤسسات التعليم العالي سواء كانت زي ما قلت حكومية أو أهلية أو خاصة، ولن يكون هناك بقاء لأي مؤسسة تعليم عالي لا تنتهج وتتخذ هذه المنهجية لها لكي تعقد شراكات لكي تنشئ شهادات مزدوجة بين جامعة مصرية ونظيرتها على مستوى العالم، أو تبادل زيارات بين أعضاء هيئة التدريس وتبادل زيارات بين الطلاب. هذا هو الويندو الوحيد لنا الذي نستطيع من خلاله الاطلاع على كل ما هو حديث والذي تقدمه الجامعات المصرية على مستوى العالم. هذه النقطة سوف
يأخذنا لحديث دكتور مصطفى عن اهتمام الدولة اهتماما كبيرا بجذب العديد من الجامعات الدولية وأيضا إنشاء العديد من أفرع الجامعات الأجنبية هنا في مصر. أهمية وجود هذه الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية عفوا في مصر وتأثيرها على مستقبل الطلاب الخريجين وأيضا بين الثقافات ونقل الثقافات المختلفة بين مصر وهذه الجامعات. الحقيقة أيضا أحد التوجيهات التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي في الفترة الماضية والحالية هي عقد هذه الشراكات مع الجامعات العالمية. أيضا هذه الشراكات تعطي فرصة لأبنائنا الطلاب الذين كانوا يهجرون الوطن سعيا وراء فرص تعلم من خارج الوطن، منهم من ذهب إلى روسيا ومنهم من ذهب إلى أوكرانيا منهم من ذهب إلى السودان. نحن نعرف المشكلات التي ألمت بهذه الدولة والتي من أجلها أطلقت وزارة التعليم العالي مبادرة ادرس في مصر، وكان المخرج الوحيد هي عقد شراكات مع جامعات عالمية واستقطاب هذه الجامعات لفتح فروع دولية لها على أرض الوطن لاسترجاع أبنائنا الذين ذهبوا لأماكن تؤج الآن بالمشكلات سواء كانت مشكلات سياسية أو عسكرية أو مشكلات حتى طقس ومناخ وخلافه. مكانهم الآمن الوحيد هو أرض الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، وما تبذله الدولة المصرية من عقد شراكات واستقطاب جامعات عالمية لفتح أفرع دولية لها على أرض الوطن تكون ملجأ لكل أبنائنا سواء من أبناء الوطن الموجودين داخل الوطن أو الذين هاجروا الوطن إلى الخارج وقمنا باسترجاعهم خلال هذه الفترة. وأيضا نستقطب أبناء الدول المحيطة الآن من خلال مبادرة ادرس في مصر، فنحن نستهدف كل البلدان العربية، نستهدف شمال أفريقيا، نستهدف غرب أفريقيا، كل الدول الإفريقية، نستهدف أن تكون مصر سوق للتعليم نستطيع من خلاله أن نستقطب العديد من أبناء الدول المجاورة لكي يدرسوا داخل مصر، ولن يأتي ذلك إلا بعقد شراكات واستقطاب جامعات عالمية وفتح فروع دولية لها على أرض الدولة المصرية. ماذا يعني وأهميته وجود الطلاب المصريين داخل الجامعات سواء المصرية أو الدولية الأجنبية الموجودة هنا في مصر وعدم سفرهم إلى الخارج وأهميته؟ يعني ذلك أن أبناءنا ما زالوا في حضننا يشعرون بالأمان، نوفر كثير من العملة الصعبة التي كان يدفعها أبناؤنا وأولياء أمورهم للدول الأخرى من أجل تعليم أبنائهم فيها. نعم. يعني أيضا أننا يجب علينا داخل الجامعات المصرية أن نرفع من مستوى أدائنا وبرامجنا المقدمة لكي ننعم بالتنافسية بين هذه الجامعات والسوق المفتوحة على أرض الوطن المصري لكل الجامعات. الآن البقاء فقط للأصلح، البقاء للمتطور، البقاء لمن يقدم برامج تعليمية تستطيع أن تنافس نظيراتها من الجامعات الدولية التي ستكون لها فروع على أرض الدولة المصرية. دكتور مصطفى، وأنت رئيس جامعة سوهاج و هناك توجه كبير من الدولة بتنمية الصعيد المصري، كيف ترى توجه الدولة في تحقيق تطور كبير في الجامعات وخصوصا الجامعات الموجودة في الصعيد المصري؟ يمكن الخامس من يناير 2023 كان أكبر شاهد ودليل وبرهان على هذا التوجه للدولة المصرية. هذا اليوم الذي اعتبرناه ليس عيدا لسوهاج فقط ولكن كل عيد لكل محافظات جنوب الصعيد، يوم أن استقبلنا فخامة الرئيس السيسي جاء إلينا في محافظة سوهاج لكي يفتح العديد من المشروعات القومية وعلى رأسها المستشفى الجامعي الجديد في مدينة سوهاج الجديدة، تلك المستشفى التي تكلفت مليارات من الجنيهات، والآن أصبح الصعيد فعلا صعيدا سعيدا بعد أن همشنا فترات طويلة خلال عقود منصرمة. الآن أصبح الصعيد ينعم بكل المشروعات القومية، ينعم بكل مشروعات التعليم العالي، التعليم قبل الجامعي، من مشروعات الكهرباء والغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي في القرى والنجوع والكفور الآن بعد أن كانت القرى محرومة حتى من توصيل المياه النقية والكهرباء. نعم. الحقيقة الصعيد أصبح صعيدا سعيدا خلال التسع سنوات الأخيرة التي قضاها تحت رعاية وفخامة الرئيس السيسي الذي نظر للصعيد نظرة أخرى غير التي عانينا منها خلال العقود المنصرمة. لكن هناك نظم تعليمية متطورة الآن في داخل جامعة سوهاج أم لا؟ الحقيقة ما لم ننتهج هذه النظم التعليمية فلن يكون لدينا فرصة للتنافس. نحن استحدثنا مجموعة من البرامج الحديثة المتطورة بنظام الساعات المعتمدة كريدت أور،
واكبر دليل على نجاح هذه البرامج ان ابناءنا تركوا البرامج التقليديه حتى وان كانت بعشرات الجنيهات ليذهبوا لبرامج الساعات المعتمده التي تتكلف عليهم الاف الجنيهات، واصبح بالنسبه لهم هذه البرامج قبله يحضون بل يتنافسون ويتقاتلون على الالتحاق بها، لانهم يؤمنون تماما ان هذه البرامج هي التي ستمنحهم فرصه للتاهل لسوق العمل والتنافس على الفرص المتاحه في سوق العمل سواء المحلي او الاقليمي. البرامج التقليديه القديمه التي عهدناها اصبح الان الطلاب يهجرونها ويعتبرون البرامج المتطوره الحديثه هي قبله لهم. دكتور مصطفى، الدولة المصرية أعادت الدماء لشرايين أفرع الجامعات المصرية بالخارج، فأعادت الدراسة لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم وجري استكمال أعمال الإنشاء لفرع جامعة الإسكندرية بجوبا جنوب السودان وفرع الجامعة في أنجمينا بدولة تشاد وافتتاح مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كأول مركز في أفريقيا والوطن العربي. كيف ترى ذلك وأهميته وأهمية وجود أفرع للجامعات المصرية خارج الدولة المصرية؟ هذه الأفرع للجامعات المصرية خارج الدولة المصرية هي تعتبر سفراء فوق العادة، هي القوة الناعمة التي تجذب الدول الأجنبية وأبناء هذه الدول للالتحاق بهذه الأفرع لكي نقول ونصدر للعالم المحيط بنا أن التعليم العالي في الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة انتسق ثوبا جديدا ويتسق مع ما يجري في كل البلدان العالمية وكل المدارس الدولية للتعليم العالي، وأننا أصبحنا قبلة تحج إلينا الطلاب من كافة الدول المحيطة للالتحاق بهذه الأفرع، وإذا كانت هذه الأفرع يلتحق بها بضع مئات فالقادمون إلى داخل مصر أزيد من ذلك بكثير للالتحاق بكل الجامعات. يكفي أننا نعرف أن خلال الثمان سنوات الأخيرة ارتفع عدد الجامعات المصرية من 46 جامعة في بداية ولاية الرئيس السيسي إلى 94 جامعة الآن، نحن نتحدث عن أكثر من 200% أو ضعف عدد الجامعات التي بدأ بها فخامة الرئيس السيسي. لقد وعد بأن يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن، ونحن أوشكنا على تحقيق هذا الحلم، 94 جامعة من 104 مليون. إذا استكملنا الجامعات الأهلية في كل الجامعات الحكومية سنتعدى 104 جامعة، نصل إلى 110 جامعة على أرض الدولة المصرية إن شاء الله. دكتور مصطفى، الجامعات الأهلية بعد وجود الكثير من الجامعات مثل ما ذكرت حضرتك منذ قليل 94 جامعة حول الدولة وحول جمهورية مصر العربية، بقت أو أصبحت هذه الجامعات في إضافة هامة لتطوير التعليم العالي، كيف ترى هذا وأهميته ولماذا؟ الحقيقة توافر الجامعات في كل الأقاليم في الدولة المصرية، الآن جامعة في كل محافظة على الأقل بالإضافة إلى الجامعات الأهلية التي تحتضنها الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، هذا يعظم من فرص التعلم لكثير من أبنائنا، فكثير من أبنائنا لا يستطيعون تحمل كلفة السفر في البلدان الأخرى حتى لو خارج محافظاتهم. الآن فرص التعلم موجودة زي ما بيقولوا كده هوم ديليفري، توصيل للبيوت زي ما بيقولوا، كل محافظة فيها جامعة حكومية تحتضن جامعة أهلية وربما لديها جامعة خاصة أخرى متاخمة لها. هذه التعددية في فرص التعلم تؤدي إلى التنافسية ورفع المستوى بين الجامعات، فكل جامعة الآن يعني ترغب في استجابة مزيد من الطلاب أن توقع اتفاقيات وشراكات مع جامعات عالمية وتمنح درجات مزدوجة مما يغري أبناءنا الطلاب بالالتحاق بها، هذا كله يصب في مصلحة التعليم العالي ورفع مستواه على أرض الدولة المصرية بكل تأكيد. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج السابق، شكرا جزيلا لك.